يعطيكم العافية. اللاب الأسبوع هذا حيكون Basic DHCP and FTP Configuration Using Cisco Packet Tracer. طبعاً التوبولوجي موجودة عندكم في المانيوال، موجودة بهاي الطريقة سيمبل على أساس أنه تقدر تمشوا فيها، يعني ما فيها كثير صعوبة. 2 Routers وثلاث أجهزة. طبعاً أنا عملت نفس التوبولوجي الموجودة في المانيوال، موجودة هيها هون عندي Example. واختصاراً للوقت عملت Activation الانترفيسز تبعون الراوتر، اعطيتهم اي بي ادريسز وراوتر 2 وراوتر 1، زائد انه اعطيت الاي بي ادرس للسيرفر 1، لانه المطلوب منكم في المانيوال اذا بتمشوا على الخطوات بيكون مطلوب منك انك تعطي اي بي ادريسز للانترفيسز تبعون التو راوترز وللسيرفر. فهي الخطوه انا عملتها، اوكي اللي هي تاسك 1. زائد كمان اختصارا للوقت عملت الاو اس بي اف على التو راوترز بحيث انه كل راوتر يقدر يشوف الريموت نتوركس. فلو اخذنا إشارة الماجنيفاينج تول وشفنا الراوتينج تيبل لكل راوتر، بنلاحظ إنه في عندي ريموت نتورك ظاهرة بحرف الـ O بالنسبة لراوتر 1 اللي هي نتورك 10.2، بالنسبة لراوتر 2 حيكونوا التو لانز اللي فيهم بي سي 1 وبي سي 2، فيهم بالطريقة التالية موجودات O، وهي الثانية برضو نفس الإشي O. فهيك كل راوتر عندي بيكون شايف الريموت نتوركس اللي عنده. فطبعاً لازم أنا أتأكد إنه كل ديفايس عندي تقدر تعمل تيست للكونكتيفيتي بين الاذر ديفايسز، بس هلا ما راح اقدر لانه حتلاحظوا انه بي سي 1 ما راح يكون في عنده اي بي ادرس، ونفس الشيء بي سي 2 لانهم حياخذوا الادريسز دايناميكلي. وعندي سيرفر 1 اوريدي اعطيته ستاتيك زي ما مطلوب عندي في الجدول، هاي ببين معي من البوب اب، هاي في عندي الاي بي ادرس والجيت واي. فالفكره بلاب اليوم اللي هي الفكره الاولى اللي هي دي اتش تي بي كونفيجريشن. سيسكو اي او اس سوفت وير فيه دي اتش تي بي سيرفر كونفيجريشن اسمه ايزي اي بي، لانه يعني طريقه الكونفيجريشن عندي للدي اتش تي بي في الاي او اس اذا سالت عنها اسمها الاي زي اي بي. هلا شو الفكره من دي اتش تي بي؟ يعني انا بفترض انه مر عليكم في ماده النتورك اللي هو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. الفكره انه انا هلا بكل جهاز عندي احنا حكينا انه لازم يكون له اي بي انفورميشن اللي هن الاي بي ادرس سبنت ماسك ديفولت جيت واي. هلا لحديت كل لابات لحد لاب اليوم كنتوا تدخلوا على كل جهاز تعطوا الاي بي ادرس سبنت ماسك والديفولت جيت واي. طبعا هذا الشيء دوبل لو كان عندك عدد الاجهزه قليل، لكن لما بصير عندك عدد الاجهزه كثير زي مثلا مختبرات عندك بالجامعه او شركه فيها طوابق انه عديده وفيها اجهزه كثير، ما بتقدر تروح على كل جهاز تعطي اي بي ادرس سبنت ماسك وديفولت جيت واي. بالتالي لازم يكون في عندك طريقه دايناميك او اوتوماتيك بحيث انه كل جهاز يقدر يعمل ريكوست لهي الاي بي انفورميشن. الفكره بلاب اليوم انه راح نخلي راوتر 1 يشتغل، هو راوتر يعني رح يضل راوتر رح يضل يشتغل بانه الراوتينج فيتشرز تبعته، لكن الزياده كمان رح نخليه يشتغل دي اتش تي بي سيرفر ويعطي اي بي ادريسز للاجهزه المشبوكه معه في اللانس. فهو مشبوك معه تو لانس، العشرة 3 اصفار وال10 0 1 0، وفي عندي كل لان التبسيط فيها جهاز واحد فقط بي سي 1 وبي سي 2. فالفكره انه بي سي 1 وبي سي 2 حيطلبوا اي بي ادريس او الاي بي انفورميشن اللي هنا دائما بقصد باي بي انفورميشن ثلاث معلومات اي بي سبنت ماسك ديفولت جيت واي، حيطلبوها دايناميكلي من الـ DHCP server اللي هو شغال على router 1. فالخطوات عشان أعمل DHCP configuration هن خطوتين. الخطوة الأولى اللي هي exclude statically assigned IP addresses from the DHCP server. المقصود بهاي الخطوة أنه أنا في عندي بعض الـ addresses لازم أستثنيهم من الـ DHCP server. هلا الفكرة أنه DHCP server بده يعطي IP addresses، ففي IP addresses ما بيصير أسمح للـ DHCP server يعطيهم لأنهم بيكونوا محجوزين. وأول مثال عليهم وأكثر مثال واضح اللي هو من الـ IP address للإنترفيس الموجود على الراوتر. هذا الـ IP address ما بصير أعطيه ولا لأي جهاز موجود عندي، فبالتالي هذا الـ IP address دائما لازم أستثنيه اللي هو الـ IP address للإنترفيس على الراوتر. زائد أنه في عندك ممكن يكون مثلا بالشركة اللي بتشتغل فيها أو بالجامعة يكون في عندك shared server أو shared printer بين كل الهوست الموجودين، وبالتالي هذا الاي بي ادرس له ما بيصير يضل يتغير فريكوينتلي، لانه فعليا الاجهزه اللي عندك لما تطلب اي بي ادرس من دي اتش تي بي سيرفر هلا ممكن خلال الاتصال يكون ماخذ اي بي، لما مثلا يخلص انه مده تاجير الاي بي ادرس هذا يرجع يطلب اي بي ادرس ثاني حياخذ اي بي ادرس مختلف عن اللي كان اول ما اول شيء ماخذه. اما بالنسبه للاجهزه المشتركه مثل السيرفر او البرينتر هاي بيكون انه الادرس لها ثابت ولازم تكون جميع وما بيصير يتغير، وجميع الهوست اللي عندك يكون عارف هذا الادرس عشان يقدر يعمل كوميونيكيت معه. هاي الحالة هدول الادرسز بدي اعملهم استثناء، فعشان استثنيهم الكوماند اي بي دي اتش تي بي اكسكلودد ادرس، هذا الكوماند لحديت هون ثابت. بعدك اذا كنت بدك تحدد رينج، يعني انه مثلا بدي رينج معين يبدا من عند قيمه وينتهي بقيمه، بحط بدايه الادرس من وين بدي يبدا ونهايه الادرس. اذا بدي ادرس واحد فقط بدول هدول القيمتين بحط بدل هدول القيمتين بحط ادرس واحد فقط. فبالتالي هلا لو احنا مثلا اجينا بدنا نستثني من الادرس او النتورك ادرس اللي هون بدي استثني اول 19 ادرس، فكيف ببلش العد؟ 10.0.1.1 لعند 10.0.1.19. فبالتالي بدي اعمل بالطريقه التاليه، بدخل على الراوتر على السي ال اي
ندخل على Global Configuration Mode زي ما أنتم شايفين إنه هون بالمانيوال موجود Global Configuration Mode. باجي بطبق بنفس الطريقة. شو بحكي؟ IP DHCP Excluded Address، بحط عنوان اللي بدي أبدأ فيه. أنا مثلا طالب عندكم في المانيوال كنت إنه بدي 19 Address، فأنت بتبدأ من عند 10.0.1.0 لعند 10.0.1.19، وبالتالي هذول أول طبعا هون هذا كان خطأ 10.0.1.1. طبعا ها منيح اللي أخطأت فيها، لأنه الطلاب بالعادة دائما بيبدوا من عند بيخربطوا بيبدوا من عند عنوان الشبكة، فهذا خطأ. فأنت ما بصير تستثني عنوان الشبكة، أصلا عنوان الشبكة ال DHCP server ما بعطيهوش لأنه أصلا هذا مستثنى. فأنت بتبدأ من أول IP لعند آخر IP، فأنا بدي ألغي، بدي أبدأ من عند IP 1 10.0.1.1 لعند 10.0.1.19. هاي الطريقة بكون شو عملت؟ بكون استثنيت أول 19 أدرس من هاي اللان. هلا لو بدي استثني بنفس الطريقة من اللان الثانية بعيد نفس الكوماند بس بغير الأدرسيز، راح يكون عندك 10.0.0.1 عند 10.0.0.19. بكون بنفس الطريقة مشيت من عند 1 لعند 19. بهاي الطريقة أنا استثنيت أول 19 أدرس من هاي النتورك ومن النتورك الأخرى، وبالتالي أول IP أدرس الـ DHCP server حيعطيه حيكون 10.0، مثلا بالنسبة لهاي النتورك حيكون 10.0.0.20، وبالنسبة للنتورك الثانية حيكون 10.0.1.20. فببدأ من عند العشرين لأنك استثنيت أول 19. هاي أول خطوة عندي في الـ DHCP. هلأ الخطوة الثانية أنه لازم أحدد بول، يعني لازم أعمل configuration لبول وأعطيها اسم، يعني بمعنى أنه هذا DHCP server حيكون في عنده pool، البول بتكون تابع على network معين وبصير يعطي منها IP addresses. ليش هذا الهكي؟ لأنه ممكن يكون عندي زي ما أنتم شايفين هنا بالتوبولوجي اللي هون نفس الراوتر بدي أشغله DHCP server لأكثر من LAN، وبالتالي كل LAN لازم يكون لها pool مختلفة، فلازم أميز كل DHCP إنه كل يعني لان عندي ببول معينة عشان يقدر يحدد لها الIP addresses تبعيتها. وبالتالي باجي بحكي طبعا أنا بالglobal config ببدأ IP DHCP pool pool name، بحط إنه اسم البول اللي بدي إياها case sensitive زي بكون أنا طالبة بالضبط. بعد هيك بتلاحظ إنه البرومبت تغير من config لDHCP config، أنا صرت جوا DHCP mode هلا. فباجي بحكي network وعنوان اللان اللي عندك مع الماسك إلها. بعد هيك تيجي تحكي DNS server مع الIP address هاي إذا بدي أعملها DNS server. طبعا هاي الخطوة optional لأنها في اللاب مش مطلوب منكم تعملوها، اللي بحب يعملها عادي بس إنه مش مطلوبة منا DNS server. بعدك باجي بحكي default router، default router مع الIP address إله، يعني كلمة default router هاي ثابتة، هذا command، وأي إشي هنا ما في تحته خط كلياته عبارة عن commands، أما ما تبقى اللي تحتهم خط هدول هي قيم تتغير. وبحط الديفولت راوتر والآيبي أدرس إله، المقصود بالديفولت راوتر يعني الديفولت gateway لهاي الشبكة. فلو إجينا على الشبكة الأولى اللي هي 10.0.1.0 وبدنا نعملها مثلا نسميها pool ونسميها LAN 1، ايش باجي بحكي؟ باجي ببدا IP DHCP pool، بحط اسم البول اللي بدي اياه، طلبت LAN 1 مثلا كلها كابيتال لازم تلتزم بالاسم. بعد هيك باجي بحكي network، بحط عنوان الشبكه. هلا انت البول اللي بدك تعملها لاي شبكه شو عنوان الشبكه اللي عندك بتحطه 10.0.1.0، وبالتالي راح احط عنوان الشبكه اللي بكون انا حاطط لكم اياها في بوكسز باللون الاصفر 10.0.1.0. بعد هيك بدك تحط الماسك اللي هي 255 ثلاث مرات، بعد هيك صفر. لازم ما تخربطوا بالسبنت ماسك لانه الباك تريسر اذا خربطت بالسبنت ماسك ممكن يحسب لك النتورك كمان خطا، فانتبهوا دائما انه لازم نكون النتورك والسبنت ماسك صح الثنتين مع بعض وحده واحده. بعد ما حددت هاي النتورك وحددت السبنت ماسك لها بحدد الديفولت راوتر. هلا شو الديفولت راوتر لهي الشبكه؟ يعني الديفولت جيت واي، بالتالي جميع الاجهزه الموجوده عندك في هاي لان ديفولت جيت واي الاي بي ادرس انترفيس جي 0 اوفر 1، انا اوريدي كنت معطيته 1.1، فبالتالي رح نيجي نحكي الديفولت راوتر ونعبي القيمة اللي هي 0.1.1. طبعا الاكزام الموجود حرفيا عندكم في المانيول، فاذا بحط عنوان الشبكة اللي بدي اياها مع الماسك الها، بعدين بحط عنوان الاي بي ادرس لمين؟ للديفولت راوتر او ديفولت جيت واي لهي الشبكة اللي هو بيكون عنوان الاي بي ادرس للانترفيس على الراوتر اللي مشبوك معها، بالتالي ديفولت راوتر 10.0.1.1. هاي الطريقة بكون عملت كل، لانه انت مثلا لو اشرت هون على الراوتر هتلاحظ انه هاي الاي بي ادرس زي ما انا كاتبته 10.0.1.1. فلا لو بدي اعمل البول الثاني بنفس الطريقة باجي بحكي راح ارجع للكوماند شوي شوي لان 1 بدل راح اعملها لان 2. طبعا ممكن انت ممكن وانت جوا الدي ار سي بي كونفيج مباشره تدخل على بول ثاني، بس اذا بتحبوا تعملوا اكزت عادي. بعدين تجي تحكي اللي هو الكوماند اللي هو دي ار سي بي اي بي دي ار سي بي بول، راح اغير اسمها لان 2. انتبهوا ان اسم اللان كيس سنسيتيف، زي ما بكون طالبه باللاب ورك لازم تحطه حرفيا او راح يحسب لك يا صفر. يعني اذا انت اخطات ب
اسم البول يعني بالخطا مثلا هون بالبول الاولى بدل ما تحط لي لان 1 كلها كابيتال حطيت لي لان كلمه لان سمول لتر راح يحسب لك النتورك والسبنت ماسك والديفولت راوتر مع اسم البول كلهم خطا يعني حتخسر اربع علامات فبالتالي اسم البول كثير مهم لازم يكون كيس سنسيتيف راح يحكي اي بي دي اتش تي بي بول لان 2 بعدها راح احط عنوان الشبكه اللي هي 10 3 اصفار مع الماسك الها زيرو بعد هيك راح احط الديفولت راوتر الها برضو انا اعطيت الادرس للانترفيس جي 0 اوفر 1 اعطيته اول الفيرست فاليد فحيكون عندك 0 0 1 فبهي الطريقه انا عملت 2 بولز وهي المكتوبات هون بالمانيوال بنفس الطريقه اللي حكيتهم مكتوب عندك الاكسكلودد بعد هيك مكتوب عندك كيف راح اعمل 2 بولز على نفس الراوتر ليش؟ لأنه عندي تو لانس. طبعاً باللاب ورك هتلاحظ أنه أنا مش جايب لك هيك، مو جايب لك راوتر واحد ومعه تو لانس وبحكي لك اعمل لي تو بولز على نفس الراوتر، لا جايب لكم أكثر من راوتر وبحكي لك اعمل لي بول على كل راوتر. يعني تخيل لو كانت هاي الشبكة اللي هي العشرة صفر واحد صفر مش موجودة، ساعتها بدي أعمل فقط بول واحدة بس لهاي النتورك اللي عندي، فأنا ممكن على نفس الراوتر أعمل بول واحدة أو أكثر من بول حسب المطلوب مني. بعد ما عملنا تو بولز طبعا قبل ما اسوي خطوه 3 بدي احكي لو اجينا عملنا الشو اي بي دي اتش تي بي بايندينج هاي ايش بتفرجيني؟ بتفرجيني ليست اوف اول اي بي في 4 تو ماك ادرس بايندينجز يعني هلا انت حييجوا الاجهزه اللي موجودين عندنا في التوبولوجي حييجوا يطلبوا اي بي ادريسز من الدي اتش تي بي سيرفر اللي على الراوتر وبالتالي حييجي يعمل لك حيحط لك انه كل اي بي ادرس اعطاه مع الماك ادرس للجهاز عشان يربط لك انه انا اعطيت هذا الاي بي لهذا الجهاز مثلا طبعا مين كل ماك لانه كل ادرس له ماك مختلف عن الاخر هلا لو اجينا حاولنا نسويها واحنا لسه مو عاملين دي اتش تي بي شو حيطلع معنا؟ هنعمل exit و exit كمان مرة أو بتعملوا end وبترجع مباشرة رح نحكي show IP DHCP bindings هتلاحظ إنه هيعطيني أربع values ولا في قيمة عليهم اللي هم الIP address والclient ID أو الhardware address يعني هو بيعطيك الIP address مع الMAC address بيعطيك lead expiration يعني إنه أنت كم مأجر الIP address لهذا الديفايس ممكن طبعاً الديفولت إنه القيمة للليد إنه هي 24 ساعة طبعاً أنت ممكن إنه تغير هاي القيمة فإذا يعني خلال 24 ساعة أنا بعطي هذا الIP للجهاز إذا ما رجع إنه صار في عندي interaction معه بعد 24 ساعة رح أشيل هذا الIP address ولازم الجهاز يرجع يطلب مني من أول وجديد زائد التايب التايب اللي هو نوع الانتري اللي بيكون عندي ممكن يكون automatic يعني مباشرة باستخدام دي اتش تي بي سيرفر اللي عملته ممكن في طرق أخرى مثلا استاتيك إنه تقدر تضيفها بطريقة مش بنفس هاي الطريقة اللي إحنا عملناها عن طريق البول ممكن طريق أخرى ثانية اللي هي استاتيك فهذول الأربع values مهمة إنه كل بعطيك الـ IP address الكلاينت يعني بيهمني انك تكون عارف تقرا التابل الاي بي ادرس مع الماك ادرس مع قديش مده الاكسباير انه الليز له التاجير وزائد انه شو الانتري فانه باللاب تبعنا الانترز دائما بيكونوا عند التايب اوتوماتيك لانهم كلهم باستخدام الدي اتش تي بي سيرفر مباشره فهلا الخطوه اللي بعدها اللي هي خطوه اللي المفروض نعملها كانت اللي هي خطوه ثلاث انه كيف هلا الاجهزه بدها تطلب دي اتش تي بي هلا انت كل جهاز بدك تدخل عليه بتروح على الديسكتوب الديسكتوب بتروح على الاي بي كونفيجريشن وبتعمل استاتيك وبتعبي القيم المره هاي رح نيجي نعمل دي اتش تي بي وبالتالي بالطريقه التاليه فهلا اذا انت اعطاك دي اتش تي بي ريكويست سكسسفول بهاي الطريقه انت بتكون عندك الدي اتش تي بي صحيح اذا ما اعطاك هاي الرساله دي اتش تي بي ريكويست سكسسفول معناته الدي اتش تي بي عندك ما زبط هو حيعطيك خيارين يا حيقول لك دي اتش تي بي ريكويست فيلد او حيعطيك سكسسفول سكسسفول معناته هيك صح 100% زائد خطوه ثانيه انه انت مطالب تنتبه على القيم اللي اخذهم يكونوا صحيحات 100% وكانك انت عم بتدخلها ستاتيك فبالتالي لاحظوا انه الاي بي ادرس اللي اخذ هون 10.0.0.20 فهو بدا من عند اول IP address بعد اللي أنا حجزتهم بالإكسكلودد وأعطاه سبنت ماسك صحيحة سلاش 24 زائد أعطاه ديفولت جيتواي صح 10.0.0.1 وبهذه الطريقة بكون أخذ IP address رح نعيد نفس الإشي لبي سي 2 نروح على الديسكتوب بعدين IP configuration هنحكي له DHCP بايو أخذ بنفس الإشي 20 وسبنت ماسك صح والديفولت جيتواي صح بهاي الطريقة أنا بكون أنهيت الـ DHCP configuration بس خلينا نرجع على الراوتر نرجع نعمل نفس الكوماند اللي عملنا show IP DHCP binding هتلاحظ إنه صار في عندي two entries هاي هم الـ IPs اللي أعطوهم 20 مع الـ MAC address لجهاز اللي هو BC2 والـ 10.0.0.20 اللي هو BC1 مع الـ MAC إله طبعا أنا مش محددة هون الليز زائد التاب للتنتين أوتوماتيك لأنهم باستخدام الـ DHCP server مباشرة هيك أنا بكون خلصت الـ DHCP server هلأ حنيجي على التاسك الثاني اللي هو أو البارت الثاني من اللاب اللي هو الـ FTP configuration الـ FTP طبعاً اختصار لفايل ترانسفير بروتوكول و الـ DHCP Dynamic Host Configuration Protocol هلأ الـ FTP اللي هو أنا بدي يكون عندي بالتوبولوجي الموجود هنا بدي يكون عندي سيرفر
وهذا السيرفر بدي أعمله FTP سيرفر. كيف يعني FTP سيرفر؟ يعني بدي أخلي بقية الهوست تقدر ترفع عليه ملفات وتنزل منه ملفات. فأنا كيف باجي بعمل للFTP سيرفر؟ الخطوات موجودة، بحكي لك بدك تروح على السيرفر Services، تختار منها FTP، تتأكد إنها on، وتعمل بعدين Accounts كما هو مطلوب. فأنا هلا راح أفرجيكم إياها على الباكيت تريسر. راح نروح على السيرفر، راح نروح على خانة السيرفيسز، منها هنختار سيرفيس الـ FTP. لازم أتأكد إنها on، إذا كانت off بدك تعملها on. بهاي طريقة السيرفيس on. هلا لازم أضيف أنا accounts على هذا السيرفر، فالأكونتس نضاف هون. لو نضيف الأكونتس الموجودات هنا، ممكن طبعا هو حاط Anonymous وAdministrator، فإحنا ممكن نحط User وAdministrator أسهل. خلينا نحط مثلا إنه بدي أضيف admin، هاي admin، حطيت اليوزر نيم، الباسورد بحدد انا شو الباسورد بدي، فمثلا بدي اعطيه باسورد 123. طبعا هدول القيم لازم تلتزم فيهم حرفيا باللاب ورك، يعني كله بيصلح عليه كيس سنسيتيف زائد القيمه. يعني اذا انا طلبت منك ادمن بالطريقه هاي لازم تكتبها هيك، اذا طلبت منك باسورد 123 لو حطيت اي باسورد ثاني راح يحسب لك اياه الباكيت تريسر خطا. بعد ما حددت اليوزر نيم والباسورد شو الصلاحيات بدك تعطيها لهذا الاكونت، اذا طلبت منكم فول بيرميشنز يعني كلهم، فبكبس على الريد الرايت والريد والديليت رينيم وليست. بعد ما حددت البيرميشنز يوزر نيم باسورد والبيرميشنز بكبس على كبسة اد، بضيف لي ادمن مع الباسورد مع اللي هي ايش ريد رايت ديليت نيم رينيم وليست. هلا اذا بدك تحذف واحد اصلا كان موجود اللي هو اصلا بيكون موجود باي ديفولت من باكيت تريسر سيسكو، تضغط عليه وتعمل له ايش ريموف. هلا لو بدك تعدل واحد اصلا موجود مثلا تخيله بدي اشيل عنه الليست، بشيل الاوبشن هون بحكي له ايش سيف بتغير. هلا رح ارد ارجعها فهي ال وهي سيف. هلا راح اضيف الاكونت الثاني اللي هو يوزر، بعدين هنعطيه باسورد 456، وبدي اعطيه زي ما مطلوب عندي هنا ايش مطلوب منه فقط انه ريد وليست. فراح نعمل نسمح له فقط بالريد، وراح نشيل بقيه الاشياء ريد وليست، فهو بس انه له صلاحيات قراءه. فنعمل اد، راح يضيف يوزر و456 بعدين ايش ريد وليست. هاي الطريقه انت لازم تاكد انه كان في نضافه عندك تو اكونتس، زائد هون عندك الفايلز، هاي الخانة ببين فيها الفايلات الموجودة عندي على هذا الـ FTP سيرفر. فلا بعد هيك راح نشوف الخطوات اللي مطلوب منا. فالخطوات المطلوبة لإيش بيجي بحكي لك؟ هاي الخطوة طبعا أنا عملتها Perform Dynamic Routing on Routers and Test Connectivity، أنتوا لازم تعملوا OSPF، وإنه لأنه أول خطوة قبل ما تقدر تعمل أنت هلا بالسيرفر، تخيله موجود في لان بعيدة عن راوتر 1، فبالتالي قبل أي جهاز عندي ما يقدر يعمل FTP مع سيرفر 1 لازم تأكد انه في كونكتيفيتي. وبالتالي لازم ايش اجي اعمل؟ لازم اجي اخذ الاي بي ادرس تبع السيرفر واتاكد انه في عندي كونكتيفيتي قبل ما اقدر اعمل FTP. فعشان هيك دائما اول خطوه بعد الاي بي كونفيجريشن للراوتر انترفيسز والاجهزه الاستاتيك، بعمل اي شيء راوتينج مطلوب مني سواء استاتيك او دايناميك انه باستخدام البروتوكولز، بعد هيك بطبق الاشياء الثانيه. فمثلا لو جينا من بي سي ونحاول نعمل بينج، هنعمل هاي الكبسة عشان نسرع pass forward time. هيو أعطاني reply إنه في عندي connectivity. هاي الخطوة دائما لازم تعملوها يعني بين الجهاز اللي بدك ترفع منه ملف على السيرفر أو تنزل، دائما لازم تعملوا ping بعدين تحاول ترفع أو تنزل، لأنه إذا الping عندك مش ضابط ما رح تقدر تعمل لا upload ولا download. وهاي PC ثاني كمان في عنده connectivity. هلا شو اللي رح يصير عندي؟ رح يصير بدي أطبق الخطوات هدول اللي هو كيف أعمل upload file على ال FTP، كيف بدي انزل فايل من الاف تي بي. فرح نعملهم على الباكيت تريسر. لو اجينا مثلا من بي سي 1 بدنا نرفع ملف على سيرفر 1 وبعدين بي سي 2 بدنا ننزله، لو حكينا بي سي 1 بنروح اول شيء على تكست اديتور، بدي اعمل انه تكست فايل، بعد هيك راح احط في التكست. هاي التكست بدك تلتزم فيها، فاذا كنت طالب لك ان اي اس لازم تحط اكزاكتلي مثلا ان اي اس 413 لازم تحط اكزاكتلي نفس القيمه اللي انا طالبها، يعني بكابيتال وسمول مع الارقام وكل شيء. يعني فتحت انا تكست اديتور كتبت فيه تكست، هلا بدي اسيبه، بكبس على كبسه فايل اللي هون وبعمل سيف بنفس الشيء، الاسم اكزاكتلي حرفيا زي ما بكون انا طالبيته منك. مثلا بدي اسميه تيست، بعدين بحط نوعه انه دوت تي اكس تي، فبتحط الاسم زي ما مطلوب منك بعدين امتداد دوت تي اكس تي وبتعمل اوكي. هلا كيف بدك تتاكد انه صار الفايل موجود على بي سي 1؟ هلا باللاب ووركس بيكون معكم اسسمنت، بتفتحوا على الاسسمنت بتشوف اعطاك صح الفايل. في الامتحانات وفي لاب ترابل شوتينج ما رح يكون في عندك اسسمنت، فانت كيف بدك تتاكد؟ يعني الاسسمنت حتكون مخفيه عنكم، فكيف بدك تتاكد انه بي سي 1 صار عليه فايل انه انت عملت له كرييت صح؟ بدك تروح على الكوماند برومت، بدك تستخدم كوماند اسمه دي اي ار اللي بدك تعمل ليست للدايركتوري الموجوده عندك على البي سي 1. فبالتالي هيو
test dot txt والsize لازم يكون بالضبط زي ما كنا أنا محددة. فإذا هيك أنا متأكدة إنه عمل له create. فلا بدي أحاول أنا أفتح FTP connection بين PC1 وسيرفر 1. كيف قبل شوي عملت إنه test connectivity حطيت ping والاي بي ادرس للسيرفر. ال FTP connection بنفس الطريقة بس بدل command ping بحط command اسمه FTP وبتحط الاي بي ادرس للسيرفر. طبعا لما تيجي تحاول تعمل try to connect بيجي بطلب منك connected بطلب منك يوزر نيم وباسورد. هلا اليوزر نيم وباسورد يا بكون انا محدده شو تستخدم يا اما انت بدك تكون عارف. فمثلا اذا عندي انا زي ما شفتوا واحد ادمن عنده full permissions والثاني فقط عنده read وانت بدك ترفع ملف فاي واحد بدك تستخدم اجبار الادمن لانه هو الوحيد اللي عنده الرايت انه عنده يعني انه privilege الرايت انه يكتب على السيرفر. فبتحكي له ادمن وبتحط له نفس الباسورد اللي كتبت له اياه 1 2 3. طبعا انا عم بكتب بس عشان السكيورتي هو ما عم بفرجيك انه انا كتبت الواحد اثنين ثلاث. تكبس انتر. فعشان تاكد انك صرت جوا ال FTP يعني صرت جوا السيرفر حاليا تقدر ترفع عليه ملف تغير شوفوا كيف تغير البرومت من سي انه انا على الجهاز صار برومت مكتوب قبله FTP يعني انا حاليا جوا ايش السيرفر. فباجي بحكي الكوماند بوت عشان ترفع ملف على السيرفر واسم الفايل بالضبط اللي انت عملته تكست او تيست دوت تكست. تكبس انتر. لازم يعطيك ايش انه تكست بايت كوبيد بغض النظر عن سامي انه يعطيك انه 6 بايت كوبيد انه انت رفعته ترانسفير كومبليت. هلا كيف بدي اتاكد كمان انه الفايل صار موجود عندي جوا السيرفر؟ باجي بكتب وانا جوا الاف تي بي يعني انا حاليا معنى البرومت هذا انه انا حاليا جوا الدايركتوري تبعت السيرفر وانا بقدرش اوصل غير من خلال جهاز. فباجي بحكي له دي اي ار. هاي دي اي ار تفرق عن اللي قبل. هنا قبل شوي انا عملت دي اي ار وانا بالسي يعني انا جوا الجهاز. هلا عم بعمل دي اي ار وانا جوا الاف تي بي يعني انا جوا السيرفر. فبعمل هيك بعطيني ليست اوف اول فايلز موجوده على السيرفر وهي فايلي موجود بيناتهم تيست دوت تكست يو 6. اذا معناته هيك امورنا صار تمام. هلا لو بدي اطلع مثلا من هذا البرومت وارجع للكوماند لاين العادي تبع الجهاز بدي اطلع من الاف تي بي سيرفر بحكي كويت هاي الطريقه بطلع في سيرفيس كلوزنج وين رجعت على السي. هلا الداونلود بنفس الطريقه بس بدال كوماند بوت بستخدم كوماند جيت بي سي 2 بروح على الكوماند برومت كيف بتحكي له اف تي بي و الاي بي ادرس للسيرفر بتعطي. طبعا هون عندك الاكونتس عندك يعني انه حر تستخدم اما الادمن او اليوزر لانه الاثنين معهم ريد. بس هلا في حال طلبت منك مثلا انا بدي تستخدم اليوزر تستخدم اليوزر. فمثلا يوزر يعني على سبيل المثال هذا بيعمل لك سيناريو انه انت في عندك ادمن على هالسيرفر بيقدر انه يرفع عليه ملفات وبقيه الناس بتكون يوزر بس مسموح لها تنزل ملفات من السيرفر او تعمل فيو عليهم. فبحكي يوزر بعدين بعطيه الباسورد 456. بعد هيك باجي بحكي جيت. طبعا انتبهوا مباشر كيف تغير البرومت هاي مهمه مجرد ما شفت اف تي بي يعني اعرف انك انت جوات السيرفر. فبحكي له جيت واسم الملف اللي بدي اياه اللي هو test.txt. لازم يعطيني برضه ترانسفير كومبليت و6 بايت كوبيد. فهلا بدي اطلع انا من الاف تي بي وتاكد انه الملف صار موجود عندي على البي سي 2. فباجي بحكي كويت عشان اطلع من الاف تي بي سيرفر برجع على السي وبحكي دي اي ار عشان اتاكد انه الملف عندي انتقل وهي انتقل بهاي الطريقه. طبعا انا دائما بحكي الاف تي بي لازم تركزوا عليه خصوصا بالامتحانات لانه بيعطي علامات كثير للطلاب. يعني اذا بتلاحظ في خطوه بغض النظر في طبعا اغلب المشاكل بتكون عند الطلاب بالراوتينج انه ما بيكون في كونكتيفيتي بتوين هذول التو لانز مع هاي اللان اللي هم بسبب مشاكل بالاو اس بي اف او الريب او انه الستاتيك راوتينج. بس في خطوه بتاخذ عليها علامات بدون ما تحتاج لاي كونكتيفيتي انك تدخل على السيرفر وتروح على خانه السيرفيسز وعلى الاف تي بي وانها تعطي اليوزر نيم والباسورد والبيرميشنز. هذول لحالهم عليهم كم علامه يعني انا تو اكونتس وتو باسوردز وتو بيرميشنز هذول لحالهم عليهم 6 بوينتس. هذول انه مش محتاج منك يعني انت اي كونكتيفيتي ولا تكون عارف اي شيء بالاي بي ادريسنج. فدايما بنصح الطلاب انك تعمل هاي الخطوه عشان تكسب علامات. بهيك بتوقع بكون غطيت كل المانيوال. هاي الخطوه اللي هي الابلود وهاي الخطوه اللي هون عندك اللي هي الداونلود نفس الطريقة وهي كل الكوماندز موجودة. هلا اللاب ورك مطلوب منك بنفس الطريقة بس قبل ما نروح على اللاب وركس في أكثر من ملاحظة بدي أحكيهم. مثلا هلا بالـ OSPF هون لما أطبقت OSPF كم من باسف كان لازم يكون عندي 2 يعني لأنه هلا باللاب اللي أخذته السابق كان إنه كل راوتر عليه 1 باسف انترفيس بس هون أنا فعليا عندي 2 باسف انترفيس لأنه هدول التو لانز انه مش شرط يوصلهم الراوتينج ابديتس ما بيستفيدوا منها. فبالتالي النقطه بدي اوصل انه انا ممكن اعمل اكثر من باسيف على نفس الراوتر. زائد انه على سبيل المثال لو رحنا هون على اي جهاز مثلا على السيرفر وعلى الديسكتوب هلا في طلاب ما بتنتبه انه انت مثلا مجرد ما حطيت نتورك زيك 10 هلا بالعاده الاي بي ادرس بلش ب 10 بيكون من نتورك اللي هي الكلاس A اللي هو السلاش 8. فبيجي بيعبي لك اياها السبنت ماسك الباكيت تريسر تلقائيا 255 ثلاث اصفار. فانت لازم تنتبه انك تغير السبنت ماسك هون لانه اذا ما غيرتها حتاخذ انه يعني حتروح عليك العلامه في الباكيت تريسر. اوكي
بس بدي أشوف إذا في بعد بقية ملاحظات أحكي لكم إياها. طبعاً عشان تشوف الكونفيجريشن تبعت الدي اتش سي بي اللي أنت عملتها، بكل بساطة بتعمل إنيبل وفوراً. أنا حكيت هذا الكوماند الرئيسي اللي أنت لازم تكون عارفه، لو حتى مش حافظ أي كوماند ثاني، لأنه هو بفرجيك جميع الكونفيجريشن على الراوتر. فبهاي الطريقة بتتأكد إنك عملت، يعني مثلاً بعد ما سويت أنت والأسسمنت مثلاً ما أعطاك صح، ارجع شوف شو عملت أنت. فمثلاً الـ IPDHCP Excluded موجودة هون، الـ Two LANs هي موجودات هون بكل هاي اللان الأولى بكل الانفورميشن فيها، Network Subnet Mask والديفولت راوتر. أوكي هلا بس بضل بدي أفرجيكم اللاب وورك. اللاب وورك حيكون عندي بالطريقة التالية، حيكون التوبولوجي already معكم connected، يعني أنا شبكت لكم الكابلز، وزيادة كمان عملت لكم configuration للراوترز interface. زي ما أنتم ملاحظين مثلا كل راوتر أنا ما أعطيته الـ IP address. يعني الفكرة الرئيسية إنه مكتوب عندكم في الـ في الـ في الـ في الـ instructions حتلاقوا إنه مكتوب عندي الإشي اللي حكيته، the network is already connected والراوتر interfaces are configured with IPv4 addresses. وبالتالي يعني أنت ما في داعي تشبك أي إشي، كل إشي مشبوك عندك جاهز، و IP addresses على router 1 و router 2 و router 3 ال IP addresses موجودة جاهزة. وبالتالي هلا إذا أنت غيرت ال IP address لكل router هي مسؤوليتك ترجع تنزل lab work من أول وجديد وتعيده. فال IP addresses تبعون الراوترز ما تغيروا عليهم، already configured كلياتهم بال IP address، بس أشر على الراوتر وتشوف عندك شو قيمة ال IP address الموجودة، والتوبولوجي already connected معكم عشان أسهل عليكم شوي. بعد هيك مطلوب منك هلا اللي بيجيب full mark بهذا اللاب وكل اللابات لازم يلتزم بالانستركشنز اللي انا بكون حطيتها. فاول تاسك طالب كونفيجر راوتينج انفورميشن، يعني بدك تبدا براوتينج انفورميشن، تيجي بتعمل كونفيجر او اس بي اف محل ما انا طالبه، وطالب منكم يعني لاب اليوم حاولت ادمج فيه وبين الراوتينج انه الاستاتيك والدايناميك عشان اشوف انه بصير استخدم الطريقتين. فطالب منكم يعني بصير انا نفس الراوتر بصير اعمل او اس بي اف وبصير اعمل كمان استاتيك، فبالتالي طالب منكم او اس بي اف طبقوه، طالب منكم استاتيك راوتينج. باجي بحكي لك مثلا كونفيجر استاتيك راوتر نتورك كذا مع السلاش اون راوتر 1، فانت بتروح على راوتر 1 وما هي مباشره بس بتحكي بدل ستاتيك روت تحكي اي بي روت اللي هو الكوماند، وهي عنوان الشبكه اللي معك والسبنت ماسك اللي بتحولها ديسيمال، وهذا اسم الراوتر اللي عندك، وهي طريقه. انا بدي اكزيت انترفيس، حكي لك باستخدام انترفيس جي 0 اوفر 0 ديفولت ستاتيك روت برضه اي بي روت، يعني ديفولت 4 اصفار 4 اصفار، وحكي لك بالاكزيت انترفيس وعلى اي راوتر اللي هو راوتر 4. برضه بحكي لك كمان بدي ستاتيك روت ثاني على راوتر 4، بحكي لك مثلا بدي انه تعمل بدي انه ستاتيك روت على راوتر سوري هذا هون على راوتر 3، بدي ديفولت ستاتيك روت على راوتر 3 باستخدام اكزيت انترفيس سيريال 0 1، وبحكي لك انه من راوتر 3 لراوتر 4 عشان تكونوا عارفين اي اكزيت انترفيس استخدمت. بحكي لك بدي ستاتيك روت من راوتر 4 على انه للشبكه هاي، يعني بدي على راوتر 4 تعمل ستاتيك روت لهي الشبكه مع سبنت ماسك بالاكزيت انترفيس. طبعا هذا اكزامبل لواحد من الشعب، بقيه الشعب حتكون الادريسز مختلفه، بس عشان تعرفوا الفكره. فبعد ما تطبق الراوتنج انفورميشن بالاكزاكتلي زي ما هو مطلوب منك، بدك تروح تعمل DHCP configuration. طبعاً DHCP configuration بالستبس المطلوبة عندي مثلاً إنه طلبت أول شيء configure excluded، بتعمل excluded، بعدين بتعمل البول على كل راوتر بكل أشياء أنا طالبتها. بعد هيك بحكي لك configure the end devices. هلأ الأجهزة اللي بحكي لك statically، يعني أنت بدك تفوت عليها static تعطيها IP address subnet mask default gateway زي ما أنتم متعودين كل اللابات. هلأ بقية devices بحكي لك بدك تخليهم ياخذوا يعني فقط عندكم مثلا بهذا الواحد من اللاب وركسات فقط الاف تي بي سيرفر واللابتوب 1 هم اللي حاطيهم ستاتيك، ما تبقى كله بده ياخذ دايناميك باستخدام الدي اتش سي بي. هلا ما عاد الادمن بي سي، الادمن بي سي طبعا حاط لك اذا انت لانه الاجهزه لازم تدخل عليها كونسول، الادمن بي سي ما في داعي ياخذ اي بي ادرس. بعد ما تطبقوا التاسك 3 اللي كونفجر اي بي انفورميشن، بعد هيك عندي كونفجر اف تي بي سيرفر، بطلب منك الاكونت، بطلب منك وين تعمل كرييت للفايل، وين ترفع وين تنزل. فبتلتزم بجميع الاشياء المطلوبه منك. بعد هيك طبعا لازم تعمل تشيك ريزلتس انتوا عشان تاكدوا من الاسسمنت كل شيء موجود فيها بكل شيء مطلوب. بالناحيه الاوفيس اور انا يعني لغيت الموعد المحدد اللي كان يوم 3 من الساعه 12:30 للساعه 1:30، لانه ما شفت انه في طلاب يعني بتحاول تتواصل خلالها او انه بتتواصلوا انتم خلال السيشن تبع اللاب. لكن اذا اي طالب عندكم بده يتواصل معي خارج وقت اللاب انه يعني باستخدام الزوم بيبعث لي مسج او ايميل عشان حدد اوفيس اور. زاد لاحظت في بعض الكويزز والديسكشنز انه في تشيتنج، فانا اكتفيت المره هاي اني راح انبه انه ما صفرت، لكن المره القادمه راح اصفر، زائد اني راح أخبر دكتور اللاب عن الطلاب اللي عملوا تشيتنج. فبنصح الكل يحلوا لحالهم، ما حدا يعمل تشيتنج، لأنه بالآخر زي ما حكيت الامتحانات عملية والكويزز والديسكشن واللاب وركس لحالها ما بدناش حكي إذا ما كنت أنت فاهم. وأي حدا بده أي سؤال تقدر تسألوني خلال السيشن، أو طبعا تقدر تبعث لي إنه إيميل أو
او انه مسج على الاي ليرنينج. طبعا انا بس بحكي خلال السيشن انه سبيسيفيكلي لللاب ورك، يعني انا خلال هذول انه 2 اورز اذا سالتني اي شيء عن اللاب ورك مش فاهمه بساعدك فيه، بس بعدك ممكن انا ما اقدر اني افتح قبل ما ينتهي وقت تسليم اللاب ورك، بالتالي ما بقدر اجاوب. فانه دائما بنصح الكل خلال ساعتين هذول الانتر اكتيف سيشن خلال وقت اللاب انك تفتح اللاب ورك وتشيكه، عشان اذا عندك اي سؤال اقدر اجاوبك. وبالتوفيق للجميع.